الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الآباء الأفاضل والإخوة الكرام بهذه المدينة الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا على هذه الاستضافة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. والأخوان جزاهم الله خير ما قصروا في بيان حق الله سبحانه وتعالى الذي هو أعظم الحقوق والذي من أجله خلق الإنسان. وكفى بهاتين المعلومتين اللتين جاءتا في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفى بهما باعثا للخلق أن يفرض الله سبحانه وتعالى بالعبادة. يعني الليلة يا أخواننا زول لو جابوه في محل من المحلات، جابوه يتاجر وودوه مرتب، قال له نحن جبناك هنا مثلا تتاجر في التجارة المعينة أو تمسك الدكان المعين أو كذا، لو مرق وبيقى يمرق ساكت ويجي ويمرق بيحاسبوه، قال له زول نحن جبناك ليشنو؟ ولو حاسبوه ما بيقدر يزعل ولا بيقدر يفتح بلاغ حتى لو زعل، ولا بيقدر يقول لهم انتوا ناس ما عندكم موضوع. ده اذا كان يا اخواننا في تجاره. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا ولله المثل الاعلى في الدنيا دي من اجل شنو؟ التوحيد. كويس. وخلاصه كلام الاخوه انه ربنا خلقنا براو، ربنا رزقنا براو، ربنا اكلنا براو، والأدلة والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة. وقد كان على زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبيل بعثته عليه الصلاة والسلام أناس على هذه الفطرة توحيد، منهم زيد بن عمرو بن نفيل عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وابنه سعيد هو من العشرة المبشرين بالجنة. النبي صلى الله عليه وسلم رآه وهو مستند إلى الكعبة وهو يقول لأهل قريش: والله ما بقي منكم أحد على ملة إبراهيم غيري. الشاة، قل لهم الشاة خلقها الله وأنبت لها الكلى، تذبحونها لغير الله؟ الغنماية دي ربنا سبحانه وتعالى أنزل لها الماء من السماء، ثم أنبت لها العشب والكلى من الأرض، ثم أكلت، ثم ذبحتها، ثم طعمت ما فيها وأكلته وشويته وامتلأت بطنك، ثم لما أردت أن تشكر، يقول لك ديل الأولياء بعد ما ملأ بطنه يقول لك والله نحن إما البادراب ديل ما كان بيجينا كويسين، وإما لا 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 أبسقرة كان البلد دي جاطط. المثل قال لك الخيل تجقلب، والشكر لحماد. انت ربنا سبحانه وتعالى يأكلك ويرزقك ويديك وتمشي تشكر غيره؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم؟ قل الحمد لله، بل أو الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ولذلك أخواننا ربنا سبحانه وتعالى ما دام هو خلق وأنعم ورزق ودبر وملك، هو مستحق للعبادة. العبادة دي يدخل فيها الصلاة عبادة، الحج عبادة، الصيام عبادة، الدعاء عبادة، بر الوالدين عبادة، التوكل عبادة، تفويض الأمور لله عبادة، كلها عبادات. عباداتك دي كلها تكون لله. ربنا قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. دي أخواننا الإسلام. ربنا سبحانه وتعالى قال: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه
يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فقل إني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. أزول البخاري في التوحيد يذل في الدنيا والآخرة ويهان في الدنيا والآخرة ويخاف في الدنيا والآخرة ويعدم في الدنيا والآخرة. عرفت؟ ولذلك أخواننا أهم حاجة بتمليك التوحيد والإيمان. والمسلم كلما ذكر بهذا الأمر الذي هو التوحيد والإيمان والذي هو الإسلام وهو رأس الأمر كلما انشرح صدره وكلما رق قلبه وكلما ازداد ثقة بربه تبارك وتعالى. ولذلك أخواننا الإنسان أعظم ما يحافظ عليه والعقيدة. طيب العقيدة دي في شبهات بتلف حوله بتصرف الإنسان بعد ما كان زول ماشي تمام يقوم يلف يمين وشمال. وهذه الشبهات لها علماء علماء ضلالة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث ثوبان قال وأخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الأئمة مضلين هم عارفين الحق لكن بيضللوا الناس، زي مثلا في العالم ناس بيدعوك للمنهج ده زي الجفري ده عنده جايبينه عنده مقاطع في اليوتيوب ناشره هو. قال بيقول مدد يا الحسين، عنده غنية كده معه مجموعة من الصوفية بالطوطح يقول مدد مدد يا الحسين مدد. الحسين ابن علي رضي الله عنه. الحسين ما بيملك لك حاجة ولا الرسل والأنبياء بيملكوا لك مع الله شيء. ربنا سبحانه وتعالى قال للرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه قبائل من ذكوان وعصية ورعل قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يا أخي نحن دارين نخش الإسلام، رسل لنا ناس يعلمون الإسلام. فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم القراء وكانوا من الصحابة يحطبون بالنهار يحطبون بالنهار ويقومون الليل. بالنهار شايلين الفاس بتاعهم يشتغلوا بعرقوا، وبالليل يقوموا الليل ويعبدوا الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم رسل هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم إلى هؤلاء القبائل يعلمهم الإسلام. لما حصلوا محل معين قاموا يعني غدروا بهؤلاء الصحابة وقتلوا غالبهم أو أكثرهم. بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بقى يدعو عليهم شهرا كاملا، فنزل قول الله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء. دي نزلت لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. ربنا قال ليس لك من الأمر شيء. وأنا عشان الإنسان أنا ما بعلق قلبي بيزول، مثلا الزول اللي بيقول يا لحاق بعيد أو يا رجال العيلفون الأسرع من التلفون أو يا بقبة اللبنية أكتب لي حجاب من راسي لكرعية أو يا حامض بعصايا زيل الحصايا وامرات كلايا مثلا، دي بيقول ليه؟ لأنه بيعتقد أولا أن هذا المدعو من دون الله يقدر على إجابته، ثانيا يعتقد أنه يسمعه حيث كان، ثالثا يعتقد أنه عنده من الرحمة ومن الرأفة ما يكون منها الإجابة، عشان كده بيدعوه اعتقد فوق العقائد دي. ودي كلها أخواننا عقائد لا تعتقد إلا في الخالق ربنا سبحانه وتعالى. البيد جميع الأمور هو الله. ربنا قال الأولياء المخلوقين غيرهم ما عندهم حاجة مع الله. ربنا سبحانه وتعالى قال هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. ربنا قال فلما آتاهما صالحا. ناس يقول لك والله 3 سنة ما في ولد، 7 سنة ما في ولد، 20 سنة ولد ما في. يقول لك خلاص نمشي نشوف اللي زيرقاب قالوا عندهم الولد بوقيتين والبيت بوقية واحدة. نشوف ناس ود بدر
لأنه ديل برضو أخصائي الولد والسم، عرفتها؟ يقول لك نمشي لهم. ربنا سبحانه وتعالى قال فلم لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. قالوا يا الله لو أديتنا ولد صالح أي تام كما قال العلماء مفسرون، يعني ولد كامل ما ناقص أي حاجة، لنكونن من الشاكرين. ربنا قال فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. يقول لك والله نحن ندهنا الشيخ الدان، والكلام ده جابوه في النيل الأزرق في رمضان قبل 6 أو 5 سنوات. قال الشيخ إبراهيم الشامي ديل الخلفاء بتاعنا الكباشي، قال الشيخ ده بيحكي، قال الشيخ جاء واحد من بعيد ركب ومشى للشيخ في محله، داير الولد جاء خاشي للشيخ، قبل ما يخش للشيخ لقى ولد الشيخ برا، قال له ماش وين؟ قال له ماش لأبوك. في شنو؟ قال له داير جنة. قال له خلاص كويس، انت ما دام وصلت انا ذاتي اديتك جنة كده، امشي لأبوي. ده الولد ذاته بدي جنة، شوف الكفريات دي كيف. خش للأبو، الأبو قال له اديتك جنة، قام حكى له القصة مع الولد، قال له خلاص ارجع لولدي، يقوم يميز ولده من ولدك، يخد فيه علامة تايوتا ولا هونداي ولا زيتواي ولا اي مصيبة، فهمت؟ فذاك رجع وعمل الكلام ده، والله اخواننا جابوه في قناة النيل الازرق او تلفزيون السودان، وديل ما بيملكوا حاجة. ربنا قال أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، وما بيخلق حاجة وهم ذاتهم ربنا بيخلقهم. ربنا قال ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. يا أخو الله لو ربنا سبحانه وتعالى في التوحيد ما أنزل إلا هذه الآية لكانت كافية. ربنا قال عبدي زيك، كنت نطفة من نطفة تمنى، قعدت في بطن أمك، كبرت، مرقت، مرقوك وغسلوك وعريان وترضع وتوسخ في الفراش، فهمت؟ وريالتك سائلة، قمت فهمت وتحبى وتتعلم وتمش، بعد تسوي لك ضينات هي تقول نادوني مع الله؟ ده يا اخواننا يعقل؟ اللي بيقول نادوني ده زمان كان بيقول في الفرش، ولا الشيخ ده طوالي كده مرق، كده مرق طوالي، زول كبير شيخ طوالي. ها ربنا قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، فهمت؟ فده مخلوق زيك. ولذلك يا أخواننا دي قضية واضحة للناس بينة، لا يرضى الله سبحانه وتعالى أن يشرك معه أحد مهما كان. فدال بيجي يجيبوا لك الشبهات زي دي، يجي يقول لك في الحديث إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلات فلينادي يا عباد الله احبسوا، وده كله يا أخواننا حديث ضعيفة ضعفها العلماء قبل أكثر من 700 سنة، فهمت؟ من رواية ابن مسعود وغيره، وكل حديث ضعيفة تكلم عليه العلماء، نقضها الإمام الذهبي والإمام ابن حجر وغيره من العلماء. يقول لك في البخاري النبي عليه الصلاة والسلام حديث أنس قال كانوا إذا أجدبوا استسقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان زمان عمر رضي الله عنه وتقدم عمر للاستسقاء قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قم يا عباس. قل لك شايف؟ قال لك هنا توسل بغير الله، معناته يا ضلع عن حديد ويا تورعي فينا. هل ده معناه كده؟ ده الحديث معناه كده؟ الكلام ده فيه عنده تمامة، جاب الإمام ابن حجر في فتح الباري قال وقد أورد الزبير بن بكار بقية الحديث، فقال عمر للعباس قم يا عباس فاستسقي لنا، فقام العباس وقال اللهم ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، اللهم هذه نواصينا إليك، ثم استغفر فقال اللهم اسقنا فنزل الماء. ده كل يا أخواننا ما عنده علاقة بأنك تمشي لمخلوق. أنا إحنا الرزق بتاعنا ده ما في الوطن،
ربنا قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. ربنا قال وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. حصل شفت لك أنا ما عندها جزلان بتحمل رزقها؟ ما بتحمل. حصل شفت لك طيرة عندها بنك؟ ها ما في. عندها شيكات وكده تجارة؟ ما في. لكن دي ربنا سبحانه وتعالى تكفل برزقها. فالذي يرزقها ويرزق النملة والنحلة بل ويرزق الفطريات والجراثيم ويرزق ما لا نعلم من المخلوقات من النباتات من الحيوانات من الطير من غير ذلك هو كفيل بأن يرزقك أنت. فما أحوجك إلى الله وما حوجك الله إلى خلق أو إلى مخلوق. ولذلك أخواننا التوحيد ده لابد من الناس أي ذو العرف يبين للمسلمين. الضلال لا منتشر. القنوات دي ملانة ضلال. واحد اسمه ليزيرك زول تخين وبليد وشه يعني وش تقيل جدا وزول ما بيخشى الله ولا يتقي الله ولا يخاف الله ولا يستحي من الله ويكذب على الله يقول للناس قوم وقبة. الدليل شنو؟ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وزول كذاب. قال ابن كثير قال ديل أهل الإيمان. ابن كثير قال العلماء اختلفوا هل هؤلاء أهل الإيمان أم أهل الشرك. عرفتها؟ أو في البداية قال هل هؤلاء هم المسلمون أم أهل الغلبة؟ لأن ربنا قال الذين غلبوا على أمرهم. ثم قال هل هم محمودون أم مذمومون؟ قال الظاهر أن هؤلاء مذمومون. الناس اللي قالوا الكلام ده في سورة الكهف الآية دي فسرها ابن كثير. قال والظاهر أنهم أهل الغلبة والظاهر أنهم مؤمنين ولا بالمسلمين لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الإزيري قال الرسول ما قال لعن الله المسلمين وإنما قال لعن الله اليهود والنصارى. عرفتها؟ طيب عائشة رضي الله عنها قالت يحذر مثل الذي صنعوا. دي توديها وين؟ دي توديها وين؟ بعدين كونه النبي صلى الله عليه وسلم حذرك من فعل اليهود والنصارى عشان شنو؟ حذرك منه عشان شنو؟ مثلا انت سايق اتوز مثلا يقول لك والله يا زول اللي بيسوق الباص السياحي يا ده زول مستهتر مثلا يعني ده زول مستهتر. انت تقول ايوه الكلام اللي بتاع الباص انا لا تصدي ممكن امشي بالزلط بالقلبه ما في احد. الكلام ده يعقل؟ عرفته؟ ربنا سبحانه وتعالى حذر المؤمنين والنبي صلى الله عليه وسلم حذر المؤمنين من سبيل اليهود والنصارى. عرفته؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. طوال الصحابة فيهم الكلام انه ده تحذير. قالوا اليهود والنصارى. قال فمن يعني منو غير؟ شوف الصحابة يا اخي لذلك ده بيقول لك الدليل على انه تنادي غير الله وتقول نظرة ومدد يا فلان ويا علان. قال ربنا قال يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. شوف الزول ده بيستدل بكلام منه. اللي قالوا انظرونا ديل منه كده أول حاجة ديل المنافقين. انت بتباري المنافقين؟ باريهم. ربنا قال ان المنافقين وين؟ في الدرك الأسفل من النار. امشي باريهم امش باريهم. بعدين انظرونا معناه امهلونا يعني انتظروا. فهمت؟ مش معناه انتظرونا نظر يعني. ها؟ وده كل اخواننا من الباطل والكذب والتلبيس والخداع للناس. والناس مغترين. شوف ما يزول جابوه في قناة فضائية او جابوه في جريدة او جابوه في غيره او في غيره. يا اخواننا الانسان يغتر به. ما تقلد دينك اي زول وما تسلم قلبك لاي زول. لان ابن سيرين رحمه الله قال إن هذا الأمر دين فانظروا عن من تأخذون دينكم. ما يزول جاي يتكلم لك كلام سمح. انت عارف بالمناسبة ناس داعش ديل لو الناس بيقت تحضر لهم مقاطعهم ناس كتار بباروم والله. لأنه ده بيجي يتكلم لك عن الجهاد. الجهاد حق في الإسلام لكن حقك ده ما جهاد ده إفساد. يجي يتكلم لك عن التوبة. يجي يتكلم لك عن القيامة والآخرة والموت والاستعداد للآخرة. ده كلام في ظهره ما فيه حاجة لكن هو مجرم داير يسوقك واحدة 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 عشان بعدها يقول لك يلا ديل ما حكموا الشريعة وامرقك معهم. فأخواننا الإنسان ما يقلد قلبه لأي إنسان مضل ومجرم يعني ينشر ويبث في المسلمين السم والباطل
في ويلبس ويلبس ذلك لباس الحق. والباطل الموجود في كتب الصوفية وفي غيرهم كثير من الشبهات ومن الأمور اللي بتخلي الناس إنه يباروا أهل الضلال، إنه ناس كانوا ناس معروفين بالحق، ناس كانوا معروفين بالحق امشوا يداهنوا أهل الباطل والضلال، زي ما الآن حاصل في زيارة لواحد قال هو إمام الحرم المكي وما في أخواننا قدسية لأحد إلا للرسول صلى الله عليه وسلم. عشان كده الإمام مالك رحمه الله قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما قال القائل ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول صلى الله عليه وسلم. فأي ذل كلامه منه يؤخذ وشنه ويرد إلا النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمش تمش، قال أقيف تقيف، قال أعمل تعمل، قال ما تعمل ما تعمل، حلال حلال، حرام حرام. من الحرام إنك تمشي تباري أهل الضلال، وأهل الضلال نوعين يا أخوان، زي الصوفية ديل مشى لهم هناك وقال ندعو الناس إلى وحدة المسلمين وعزموا كبسة ما عارف فيها جداد ولا فيها نمل الميم، عزموا كبسة فهمتها ومجوا وقالوا نحن كده خلاص توحدنا وقاربنا الصفوف ومعا لدحر الأعداء الخارجين، وده كله من اللعب، كله من اللعب وكله من التلبيس على الناس. الزول الدار يبقى موحد يقول لك يا سلام شوف عليك الله أبونا الشيخ الكباشي جاوا إمام الحرم معناته شيخنا تمام، دي مشكلة ولا ما مشكلة؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال وقد نزل عليكم في الكتاب، الآية دي في سورة النساء تشير إلى الآية التي في سورة الأنعام، ربنا قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. طيب لو ما سمعنا كلام الله ومشينا قعدنا معهم وما سمعنا القرآن والسنة، ربنا قال إنكم إذا مثلهم. عشان كده عمر بن عبد العزيز كما نقل القرطبي في تفسير الآية من سورة الأنعام وأن هذا صراطي مستقيما، نقل الآيات والأدلة دي، بعد ذلك جاب أثر عن عمر بن عبد العزيز قال ومن هذه الآية أخذ عمر بن عبد العزيز أن مجالس شربة الخمر يحد الحد كمن شرب الخمر. زول قاعد معنا الناس اللي بيشربوا الخمر يقول لك والله أنا واعي ديل عارفهم طاشين شبك لكن أنا ما قاعد أشرب الخمر لكن بس قاعد ساكن، ده ذاتي يقول لي أرقد 40 صوت ليه أنا ما شربته؟ لا أنت زيهم، ربنا قال إنكم إذن مثلهم. أنا بتروج باطلهم وبتغرر بكثير من المسلمين يقول لك لأنه ديل مشى لهم إمام الحرم ومشى لهم رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية إسماعيل عثمان ومشى لهم، وشوف نحن ده كله هوا ساكت، ده ما بيغني عنك من الله سبحانه وتعالى شيء، ولا ده دليل على إنه اللي أنت عليه حق، وده مخالف لمنهج السلف ومخالف لإجماعات. الإمام الصابوني في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث قالوا واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم والتبرؤ منهم والتباعد منهم وصون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالقلوب وقرت في الآذان ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفي ذلك نزل قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا إلى آخر الآيات. والشيخ محمد بن إبراهيم على الشيخ المفتي السابق للمملكة قبل الشيخ ابن باز واحد من الناس منو كده الجفري ولا مين كده ألف كتاب سماه أبو طالب مؤمن قريش، طلع أبو طالب مسلم اسمه علوي المالك، مين كده علوي المالك عرفته؟ طوال الشيخ محمد إبراهيم على الشيخ قال زول ده يقبضوه ويحاكموه ويدو سنتين سجن والكتاب بتاعه يصادروه ويجلدوه كل يوم أو كل فترة بيجيبوه في الميدان بياخد علقة وبرجع. قال فإن ألف كتابا، شفت إزلال أهل البدع كيف تيت أقول لي ماشي وتاكل معه كبسة إن شاء الله يكبسة كلوري ما عنده فرامل فهمت ده، قال فإن ألف كتابا يرد على ذلك الكتاب وتاب وحسن حاله قال يترك ويخلى، قال وإلا يجرى عليه الحكم المذكور. في لعب، لو في مداهنة كان شرك جاز المملكة دي كانت ملت شرك والله كانت أبقى وهنا قبور صالحين انت قايلهم شفات ساي ها شفات ساي يقول لك راجل السبت، راجل السبت ده في الأبيض
وهو أصلا مدفون في الشمالية. قال يوم السبت بس أنا ما أعرفه ده تابع لليهود ولا جنوب فهمت. ده يوم السبت بيجد من الشمالية لين أبيض بل وطبيعة تحت كرر ويمشي هناك بيان ما في حاجة. يقول لك إذا مشيت لراجل السبت المرأة الدائرة راجل بيجيها والمرأة ما عندها ولد بيديها والمنو داري ينجح بيديه لعب كله لعب يا أخوان. وده كله من الباطل والضلال فهمت. والآثار والأدلة على ذلك كثيرة. استدل ابن القيم رحمه الله بقصة الثلاثة الذين خلفوا الذين ذكروا في سورة التوبة. ثلاثة صحابة اثنين منهم شهدوا بدر وكعب بن مالك شهد بيعة العقبة الأولى أو الثانية مكانتهم كبيرة رضي الله عنهم وما نافخوا ولا وقعوا في بدعة من البدع وإنما تخلفوا عن غزوة تبوك. النبي صلى الله عليه وسلم هجرهم 50 ليلة 50 ليلة. أخذ من ذلك ابن القيم رحمه الله والعلماء من قبله ومن بعده أن في هذا دليل على هجرة أهل البدع والأهواء ما تمش معهم. طيب أهل البدع دي يا أخواننا نوعين العلماء قال كما قال الشيخ الألباني ناس دعاة للبدعة بيصلوا لها وبينشروا الباطل للناس فدل هجرتهم على التأبيد وما يجوز مجالستهم إلا للرد عليهم ومناظرتهم وفضحهم. في ناس عوام دول تلقاو شايل له ألفية ومدينه طريق وما فهم الحاصل فهمت. فده الإنسان يجالسه وكذا من باب النصيحة إذا بين له الحق وعلم الحق وبعد ده كابر ده بعد ده انت ذاته تهجر عرفت. لكن الإنسان المازل زول راسه فيه باطل وكذا وكذا ده لا بأس بمجالسته من باب نصحه ومن باب تقديم الحق له والصبر عليه وكذا وكذا وبيان الباطل والحق وكذا إلى أن يرجع. فإن أصر بعد بيان الحق ده طوال يلحق بأهل البدع ويهجر إلى آخر. فدي أخواننا من الأسباب التي جعلت أو زادت العقبة في وجوه الدعاة كون بعض الذين ينتمون إلى السنة والتوحيد وهم أبعد الناس عن ذلك يقوموا يمشوا يكرموا أهل الباطل والشرك. يا أخواننا كل من الباطل وكل من الضلال. ولذلك أخوانا الإنسان ما يغتر بأحد. عشان كده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وصى بوصية قال من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وحمل كتابه فاعرفوا لهم قدره. الإنسان يستن بالصحابة والذين اتبعوهم بإحسان ينجو أمام الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يوفقنا وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والإنسان يا أخواننا يتعوذ بالله سبحانه وتعالى من الفتن والمحدثات. بارك الله فيكم جزاكم الله خير والسلام. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد أنا ما عندي كلام كثير لكن الصوفية بيقول هم مالكين الكون وزي ما قال البرعي وتاد الأرض الأربعة في الجبل الأربعة والصوفية بيقول أنهم بتصرفوا في الكون وده كله كذب طبعا لأن ربنا قال لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء إلى آخر الآيات وبيان بالعمل الصوفي البكورك في التلفون ده نحن عيو صغير بيلعب مع الناس الكبار ماله فنحن بندعوه وشيخه الخليفة الكبير وأي صوفي على وجه الأرض أو تحت الأرض أو فوق الجبل بندعوهم لمناظرة علمية أي والحمد لله أي محل بنمشي في الدنيا دي الصوفية قاعدين يزوغوا من المناظرات واسأل في التلفون بكورك ده إن صغير اللي يجيب الأكبر منه يجيب الخليفة ذاته قال مع الخليفة الزول الكبير ده قال لي اسمع خلاص يجيبه ما بيقدر يجي مربط نحن بنمشي له وداك البوكس قاعد أي ده بس بيان بالعمل. فالصوفية ديل يا ابني أنا بتكلم مع الصغير ده على ضلال خلاص وهم الناس اللي بيشروا الشرك والكفر بالله عز وجل زي ما قال الحلاج كفرت بدين الله والكفر واجب علي وهو عند المسلمين حرام. الحلاج ده شيخ الصوفية الأكبر وقد مدح البرعي
هذا الحلاج. والصوفية كلهم على ضلال، وكذلك باقي الطرق والجماعات والأحزاب كلها على ضلال، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ونتحدى أي صوفي على وجه الأرض أو شيخ طريقة أو رئيس حزب أو جماعة يدينا آية واحدة من الكتاب من القرآن أو حديث من السنة النبوية الصحيحة إنه ربنا قال أبقوا صوفية أو الرسول قال أبقوا صوفية، ما في. طالما إنه ما في كلهم على ضلال. تابع الكتاب القرآن وتابع السنة بفهم الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح الذين ساروا على درب ونهج الصحابة تنجو بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم أجمعين، لحسن الاستماع. الله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، الله يجزيهم خير. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.